بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم يا شباب. النهارده هكلمكم عن محطات الشحن المتوفره في دوله الامارات العربيه المتحده. الموضوع ده مهم جدا يا اخوانا. مواصفات ومعايير شحن السيارات الكهربيه تمام بتختلف في مناطق العالم، يعني انت كل بلد ليها مواصفات ومعايير في شحن السيارات الكهربيه. طيب المعايير المنتشرة في الإمارات إيه؟ أنا بستخدم معيار إن أنا بشحن تيار متردد اللي هو AC Charger Type 2. يبقى في حالة شواحن التيار المتردد في الإمارات بنستخدم الشاحن Type 2 نوع 2، ده في حالة التيار المتردد اللي هو AC Charger. أما في حالة شاحن التيار المستمر أو DC Charger أنا بستخدم الشديمو أو بستخدم السي سي اس كومبو تايب 2. يبقى انا واضح جدا بالنسبه لي من خلال الرسم، في حاله الاي سي تشارجر اللي هو الشاحن ذو التيار المتردد بستخدم التايب 2، ده في حاله الاي سي تشارجر. زي ما شرحنا قبل كده هتلاقي في عندك خمس اطراف كبيره اللي هي خاصه بالباور، L1 L2 L3، بعد كده الرابع ده نيوترال، واللي في النص ده الكبير الايرز او الارضي او البوتنشال ايرز. الاثنين التانيين دول كنترول او كوميونيكيشن، حكيناهم في فيديو سابق، ده في حاله الاي سي. يبقى انت لو موجود في اي اماره من امارات الامارات العربيه المتحده هتلاقي ان شاحن الاي سي من نوع تايب 2. طيب لو شاحن دي سي هتلاقي نوعين، يا اما شديمو تمام يا اما سي سي اس كومبو تايب 2، والكلام ده واضح جدا هنا. ده بيختلف حسب كمية الطاقة اللي انا هغذي بيها السيارة الكهربية، يعني عملية الشحن بتعتمد على سعة البطارية وطاقة محطة الشحن تمام. وشبكة الشحن في دبي بشكل اساسي بتبقى فيها نقاط شحن تمام، سعتها بتتراوح من 22 كيلو ل 43 كيلو وات من النوع تايب 2. وفي نقاط شحن من 50 لحد 150 بيبقى نوعها سي سي اس كومبو تايب 2 او شديمو دي سي. يبقى انت من 22 ل 43 ده تايب 2 في حاله الاي سي تمام، وفي من 50 لحد 150 بيبقى الشاحن بتاعها شديمو دي سي او سي سي اس كومبو تايب 2. طبعا بناء على ان انا عايز اركب محطة شحن فبلازم اروح لهيئة كهرباء ومياه دبي عشان ابدأ اركب معدات شحن السيارات الكهربية تمام. لازم اخد تصريح لمحطة شحن حتى لو المحطة دي منزلية، والمحطات دي بتبدأ من 3.6 كيلو وات لحد 22 كيلو في حالة الـ AC اللي هو تايب 2، ولازم اتبع الإجراءات في عملية التوصيل المنزلية، ولازم يبقى من براند من الشركات المعتمدة لدى الهيئة. ممكن يبقى شاحن ABB، ممكن يبقى شاحن شنايدر، ممكن يبقى شاحن سيمنز، ممكن يبقى سير كنترول او من شركة انجي وهكذا. دي الشركات المعتمدة داخل دبي. ودلوقتي الوزارة تمام او وزارة الصناعة والتكنولوجيا بتعمل شهادات المطابقة لانظمة الشحن عشان تورد الشواحن في الامارات. طيب العملية هتتم ازاي؟ خطوات التسجيل في خدمة الشحن، اول حاجة هتروح تسجل في موقع الالكتروني لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. تاني اول خطوة التسجيل في موقع الوزارة الالكتروني. رقم 2 طلب شهادة المطابقة للشاحن اللي انت هتركبه، بعد كده تحمل المستندات المطلوبة على الموقع وتسدد الرسوم، وبعدين هيتم مراجعة المستندات اللي انت رفعتها. انتظار مراجعة المستندات، لو المستندات دي كاملة في حالة استيفاء المنتج لكافة المتطلبات هيبقى النظام هيخترق بشهادة الموافقة على المنتج، وتبدأ تكمل الملحقات او المتطلبات حسب الملحق رقم 1 اللي احنا هنحمله دلوقتي، وبعدين هتحصل على شهادة المطابقة. يبقى تاني ايه الخطوات اللي انا اعملها عشان اعمل مطابقة لانظمة شحن وتوريد السيارات الكهربية؟ رقم 1 اسجل على موقع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة،
اعمل طلب شهادة مطابقة من على الموقع، واحمل المستندات المطلوبة، واسدد الرسوم، وانتظر تتراجع. ولو انا موفي الشروط تمام، هدخل على ملحق رقم واحد تمام، وهيديني الموافقة على المنتج. طب ايه هي الخطوات بتاعة التسجيل؟ رقم واحد، رخصة صناعية. ايه المتطلبات؟ لازم يتوفر فيك ايه؟ رخصة صناعية او تجارية سارية للشركات في دورة الامارات، يبقى انت لازم تجيب رخصة صناعية او تجارية سارية. رقم اتنين، وده مهم جدا، تقرير اختبار من معمل معترف به وفق المتطلبات الواردة في المعايير المعمول بيها، وتكون مدة سريان التقرير اقل من 3 سنوات، يبقى تقرير معترف به. رقم ثلاثة، ملكية الموزع، دي طبعا للتجار. رقم اربعة، شهادة او رسالة من هيئة الكهرباء المحلية تمام، بتقول زي ايه هيئة الكهرباء دي؟ زي هيئة كهرباء ومياه دبي او هيئة كهرباء ومياه الشارقة الى اخره، دي الشهادة او الرسالة من الهيئة. بعد كده ملصق المنتج، وبعدين اجمالي الرسوم بتكون 3500 درهم، رسوم التقديم 600، ورسوم مراجعة المستند 2400، ورسوم اصدار الشهادة 500 درهم، ده حسب اللي موجود على الموقع. واشوفكم في فيديوهات تانية بتتكلم عن محطات الشحن بإذن الله تعالى.